مرحبا يا جماعة الخير، علي خلف من كندا بالعراقي. للي سيلوني عن الملابس اللي يريد يجون وشنو يجيبون وياهم من ملابس. اولا لازم نفهم انه كندا بيها 4 فصول بالسنة، فصول حقيقية، يعني عندهم صيف حقيقي، عندهم ربيع حقيقي، وعندهم خريف، وعندهم شتاء حقيقي. بالنسبة للشتاء، صحيح شتاء كندا قاسي وصعبة بالحياة، لكن مو مستحيلة، مو لدرجة انه يخليك تخاف. الحياة ممكن تمشي، ممكن ماشي، مثل ما تشوفون احنا البارحة كانت اكو عاصفة ثلجية، هذا الثلج، احنا طالعين بهذه الملابس، الامور عادية وممكن نمشي نروح مسافة ونوصل. بعض العواصف او بعض الايام اللي تكون درجات الحرارة تنزل الى ماينس 20، يعني ماينس 20، وبيها ويند، رياح، والفيلدز مالتها يصير ماينس 30 او 40، هذا يكون برد جدا قاسي، يعني لا يحتمل. لكن الحياة هنا مثل ما بالشرق بالحرارة تتحول الى اندور، هنا بالشتاء الحياة تتحول الى اندور، كل اشياءها داخل البيوت مكيفة، داخل مراكز التسوق وداخل مراكز العمل. اذا نرجع الى موضوعنا الملابس، الحياة مو صعبة جدا بالشتاء بكندا، يعني ممكن انه تمارسها بشكل طبيعي اذا اخذت بالملابس والاحذية اللي يلبسونها الكنديين في مثل هكذا الظروف. الان راح اشوفكم نماذج من الملابس ومن الاحذية، لكن انت شو تجيب وياك؟ كثير من الناس يتساءلون، انا عندي ملابس شنو اجيب وياي؟ جيب وياك كل ملابس الصيف وكل ملابس الشتاء، ماكو مشكلة، بس لا تشتري لان ملابس الشتاء عفوا هنا تفيدك للخريف. لكن ملابس الشتاء الثقيل الهيفي وينتر لازم تشتريها، خلي في بالك من كندا، يعني يراد لك جاكيت مال برد شديد، يعني مكتوب عليه ماينس 20 ماينس 30 ماينس 40، واحذية ايضا مخصصة للسنو، مثل ما تشوفون هذا حذائي انا، شوفوا، مخصص للسنو ضد الماي ومريح جدا بالمشي نهائيا، يعني ما بي اي مشكله، كلش انا مرتاح بي. فمثل هيك احذيه من هنا تشترونها، وجاكيتات من هنا تشترونها، وايضا بعض الملابس اللي راح اشوفكم الان بالفيديو، فخليكم وياي. بس عندنا مثلا هذا الجاكيت، طبعا هاي الفروه ضروريه، هذا الهيفي وينتر، هاي الفروه ضروريه تغطي الراس من المطر ومن السنو، من تمشي انت او انت. هذا مكتوب عليه ماينس 27، هذا يعني يتحمل درجة حرارة ناقص 27. طبعا اذا تلبس ملابس او تلبسين ملابس جوا بعد يتحمل اكثر، ومعظم هاي الملابس هي ضد الماء هاي شوف waterfall feather هذا هو الجاكيت، جاكيت طويل ويغطي نص الجسم تقريبا. بالنسبة للجواريب، اكو جواريب يسمونها ثيرمال، اللي هي هاي يعني من الصوف للبرد القوي، يعني يكون كلش، واكو جوارب مكتوب عليها هيت تجي من جوا تصير مبطنة فرو، هم اراويكم اياها. ساعدنا هذه القماصل بالقسم الرجالي، هاي القماصل سعرها 90 دولار. شوفوا هاي القمصرة او الجاكيت هذا سعره تقريبا 90 دولار. شوفوا شقد يتحمل درجة حرارة، درجة حرارة ماينس 30. وايضا هذا الجاكيت ايضا ضد الماء، ما يهمك البرد، لذلك الكنديين متغلبين على البرد بوسائل مقاومة البرد، هذه كلها لفافات واشياء تلبس للراس في البرد. طبعا اكو ملابس ايضا تلبس جو هنا هسه قاطع الأحذية، أيضا بها مواصفات تخص الشتاء مال كندا. أولا تكون ضد الماء، ما تنقع بالماء، واتر بروف، وأيضا من جوا القاعدة مالتها تكون مسننة حتى ما يعني تنزلق، وقسم من عدهن تكون مبطنات من الداخل ببطانة فرو.
حتى تتحمل الشتاء. طبعا هناك احذية وملابس خاصة للي يشتغلون اوت دور اللي هو بالكونستراكشنز بالبناء وما الى ذلك. فتشوفون هذه الاحذية معظمها تتحمل درجات حرارة ماينس 30 واكثر من ماينس 30. هذا الحذاء مكتوب عليه ماينس 20، هذا ماينس 20، اكو واحدة تتحمل اكثر ماينس 30 ماينس 40. فهاي الاحذية عندها درجة مقاومة للحرارات درجة الحرارة الناقص الى 20 درجة، والجواريب الثيرمول او الهيتد هم تتحمل بعد اكثر وهكذا. بعد اكو شغلة حلوة هنا بكندا للي يشتغلون بالاوتدور، اكو اصبعيات، اكو اشياء يشتريها تشعل حرارة لمدة 5 ساعات 6 ساعات، تخليها بالكفوف او بالحذاء وتنطيك حرارة وانت تشتغل برا ما تشعر بالبرد وهكذا يعني. وحركة العمل في كندا مستمرة غير متوقفة يعني، تشوف الاوتدور الناس تشتغل وهكذا. فلا حد يخوفك من الشتاء، كل الاستعدادات اللي ممكن ان يعني ياخذ بنظر الاعتبار الانسان ياخذها بنظر الاعتبار لمقاومة الشتاء والجو القاسي الكنديين ماخذينها، ولذلك هم متغلبين على بيئتهم القاسية. طبعا هذا اليوم فيديو عن الملابس وشنو تشترون من ملابس في كندا. لا تخافون من الشتاء، تعالوا بس ملابس الشتاء الثقيل تشترونها منا، اما باقي الملابس جيبوها وياكم وتستفادون من عندها. مع السلامة. إذا عجبك الفيديو سوي لايك وشير واشترك بالقناة. علي خلف، كندا بالعراقي.